أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. اليوم سوف نذهب إلى العلاقات الأردنية الأمريكية، قراءة في هذه العلاقة، قراءة في مشهدها. الملك هناك في واشنطن، تصريحات كثيرة، لقاءات كثيرة. الحديث عن هذه العلاقة يستدعي ربما فتح كثير من الملفات، ولعل اللقاء الأخير للملك، اللقاء الصحفي، قد فتح علينا ربما كثير من الأسئلة. لن يجيب عليها إلا ضيفين كريمين مهمين، الأستاذ بسام البدارين الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا أستاذ بسام. أهلا بكم، مرحبا. والأستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، أهلا وسهلا. حياك الله، أهلا وسهلا. زيارة شهر 12 قد تكون زيارة اعتيادية، لكن هل يمكن اعتبار هذه الزيارة فارقة جديدة أستاذ بسام؟ سؤالي. سؤال لك. نعم، بالتأكيد ليست زيارة مكررة أو مجترة، ولها الكثير من المعاني والدلالات. نعم. لكن قبل ذلك، يعني أنت قلت في بداية تقديمك أخي عمر أنه يعني لن يجيب عليه إلا الضيفين الكريمين. قد نخذ لك يا صديقي. على 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 كل الأحوال، أعتقد أن 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 الظروف الزمنية الوقتية والإقليمية المرتبطة بهذه الزيارة جعلتها زيارة في غاية الأهمية من زاويتين برأيي الشخصي. أولا، أننا جميعا نعرف طبيعة الظرف الإقليمي والصراع والحرب المفتوحة على ما يسمى بتنظيم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وعنوان محاربة الإرهاب. هذا العامل الأول في تأكيد أهمية هذه الزيارة. ثانيا، أن الأردن في هذه المرحلة قد يكون البلد العربي الوحيد في الواقع الصاحب الدالة على الإدارة الأمريكية. الذي يستطيع الاتصال والتواصل مع الإدارة الأمريكية ومع غرف القرار الأمريكي في كل المؤسسات في هذه الإدارة. وهذا دور يعني قديم للأردن، كانت تشاركه به بعض الدول العربية. اليوم هناك بعض الإشكالات في الاتصالات بين دول الخليج، بين مصر، بين بعض دول شمال إفريقيا وبين الإدارة الأمريكية. الأردن بهذا معنى يعني يلعب دور الموازن، يستطيع نقل رسالة، يستطيع تلقي رسالة، يستطيع طرح ملحوظة. بهذا المعنى الديناميكي يعني يعطي الأردن لنفسه في ظل هذه الزيارة فرصة لاختبار بعض المسائل وفرصة لإعادة إنتاج وترسيم حدود الدور الأردني. لذلك لاحظنا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجلالة الملك عبد الله الثاني كلاهما تحدث عن دور أردني مختلف ومتوقع قريبا في مساحات بين قوسين لم تتحدد بعد. فبهذا المعنى أعتقد أنها بكل تأكيد زيارة لها معنى ظرفي مهم حساس في مرحلة حساسة لها علاقة ليس فقط في موضوع مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية وما يجري في المنطقة، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، تركيا، جنوب تركيا. قد يكون لها علاقة أيضا بجس نبض طبيعة مستوى الاتصال بين المجموعة العربية والحليف الأمريكي في هذه المرحلة. نعم، يعني هذا يقودني سؤال أستاذ خالد إلى أن أطرح سؤال أيضا بصيغة ربما مشابهة، سياق جديد، وزن أردني جديد، هكذا ربما نفهم من هذه الزيارة أن هناك فعلا يعني حالة جديدة، حيوية جديدة في العلاقة الأردنية الأمريكية بناء على ما طرحه الأستاذ بسام. نعم نعم، وأنا أتفق مع أخي وصديقي الأستاذ بسام بدارين في هذا الطرح تماما. هي أوقات استثنائية، أوضاع استثنائية، فهي زيارة استثنائية بدون شك للملك إلى واشنطن. بالإضافة إلى هذا، أود أن أضيف أن وضع إدارة الرئيس باراك أوباما هو وضع ضعيف إلى حد ما، ما يسمى ليم دك بريزيدنت أو الرئيس البطل العرجاء. هو في نهاية الدورة الثانية من رئاسته الأخيرة، في ظل استقالة أو إجبار وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل على الاستقالة من موقعه بسبب الخلاف عمليا بينه وبين الإدارة الأمريكية على التعامل مع ملف داعش. هذا أعطى لزيارة الملك إلى واشنطن أيضا وزن إضافي في الحقيقة. تصريح الرئيس باراك أوباما بعد الزيارة بأنه يستمع إلى نصائح الملك عبد الله الثاني، هذه الشهادة مقدرة من رئيس الدولة العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شهادة مستحقة برأيي. أن الملك دائما طروحاته متوازنة إلى حد كبير فيما يخص الملفات الهامة بالنسبة للأردن وبالنسبة للولايات المتحدة. كنت أتمنى لو أن حيز الشأن الفلسطيني وحيز القدس أخذ مساحة أكبر في هذا الحديث. الرئيس أوباما قال أنه ليس هناك وقت لمبادرات سلام جديدة، ولكن سوف نبقي الحديث قائما. هذا في وقت
الانتهاكات على المسجد الأقصى تصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى هذا التعنت والصدف الإسرائيلي، بالرغم من زيارة نتنياهو مع كيري إلى الأردن، ولكن يبدو أن نتنياهو أصر على أن يوجه صفعة للجميع بأنه يعني ذهب ثم يعني صوت. أعتقد أن على خلاف العادة الملف الفلسطيني لم يأخذ تلك المساحة المعتادة في العلاقة، لم يأخذ تلك المساحة. وأيضا يعني سوف يعني نتطرق إلى مزيد من هذا بالنسبة للقاءات الملك مع قيادات الكونغرس الأمريكي. هذا يقولني أعود لك بسام، إذا نصائح أوباما يستمع لنصائح من الأردن، ما هو الملف الأول الأهم الأبرز الذي ربما يعني تناصح فيه أوباما؟ يعني أنا أعتقد أول شيء هذه نوع من المبالغات التي تنطوي على مجاملات بين بين الزعماء بطريقة أو بأخرى. أنا أعتقد لأن الإدارة الأمريكية لو كانت تستمع فعلا للنصائح الأردنية في الكثير من ملفات المنطقة لكانت الأوضاع مختلفة تماما، وأقول ذلك يعني انطلاقا من إيماني بالخبرة الأردنية وليس انطلاقا من إيماني بسلبية النصيحة الأردنية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة للاستماع للنصائح من حيث المبدأ، وبالتالي هناك نوع من الخبرة الأردنية يقدم في مثل هذه الاجتماعات، والرئيس الأمريكي يعني يجامل بعض الدول التي يعني تلتحق في الإدارة الأمريكية في مواقفها السياسية والإقليمية بالقول بأن يعني استمعنا للنصائح. في الواقع قد يكون هو يعني استمع إلى شكل من أشكال التشخيص للواقع الإقليمي، وأنا ثقتي كبيرة في الواقع في التشخيص الأردني. التشخيص الأردني أثبت في القضايا الأمنية، أنا لا أناقشه يعني الآن، ولكنه أثبت يعني أنه واقعي إلى حد بعيد في الملف السوري، قد يكون واقعي أكثر في ملف موضوع الإرهاب والتنظيمات المتشددة. الحديث عن نصائح أخي الكريم يعني يعيدنا للعبارة اللي استخدمتها حضرتك قبل شوي بتقول وزن أردني جديد، أيضا هنا نوع من المجاملة والمبالغة. يعني أنا أحب أن أسميها وظيفة جديدة إلى حد ما، يعني دعنا نقول أننا يعني نسمي الأشياء لكي نسمي الأشياء بأسمائها في الواقع، وأننا بالأردن بلد من مجموعة، مواقفنا واضحة في اللحاق بالموقف الأمريكي، نحن جزء من التحالف مع الإدارة الأمريكية، جزء قديم، الكثير من الدول لها وظيفة في هذه المرحلة وليست صاحبة قرار، ولو كنا نحن أو غيرنا حتى في الوطن العربي، في الأمة العربية، في النظام الرسمي العربي، في الدول العربية، لو كنا نحن أو غيرنا من أشقائنا العرب في موقع المبادرة وفرض النصيحة أو في موقع الوزن الحقيقي لما انفلتت الكثير من الاعتبارات والأمور. فأنا أعتقد أن ما أشرت له زميلنا الكريم هو أقرب إلى نوع من المجاملات البروتوكولية، لكن الأهم أن هذا اللقاء ناقش بالتأكيد نوعين من التفاصيل، تفاصيل يمكن استنتاجها واستنطاقها عبر التصريحات الرسمية، وأخرى أعتقد أنها في الغرف المغلقة ذات طابع أمني إلى حد كبير. نعم، إذن ما الذي يمكن استنطاقه في التفاصيل ما أشار له الأستاذ بسام؟ ما الذي تم التباحث حوله وظهر إلى العلن من خلال يعني ما قاله وصرح به الملك أو ما صرح به الإعلام؟ خلال لقاء الملك مع تشارلي روز الصحفي الأمريكي المخضرم تحدث عن تدريب سوف تقوم به الأردن، عن إجراءات عملياتية في هذا التحالف ضد الدولة الإسلامية. يعني وان كان يعني شخصيا انا عندي اشكاليه في انه يعني ماذا كانت الاشكاليه قبل ان يكون هناك داعش، الان تحالف من 40 دوله وكل هذا، ولكن الان الموضوع الساخن هو موضوع داعش والدوله الاسلاميه. مش عارف انا كيف 40 دوله مش عارفين يعني يقضوا على داعش، ولكن برأيي أن هناك تداعيات لوجود هذا التحالف ولوجود مثل هذه المعركة مع داعش. كوباني صار لهم شهرين مش عارفين يخلصوا من كوباني، يعني إشكاليات. ولكن عملياتيا الأردن سوف تقوم بدور هام برأيي، حتى يعني أشار له الملك وإن كان بشكل مبطن مع بداية العام، قال سوف يكون هناك بعض الإجراءات، لم يفصح عن الكثير من الأسئلة المحددة التي طرحت عليه فيما يخص هذا التحالف والإجراءات العملياتية بالنسبة للدور الأمريكي والدور الأردني. ولكن هو معروف كما ذكر أخي بسام، يعني هذا التحالف سوف يتوسع، ينظر إلى حقائق جديدة على الأرض، ولكن ما لفت الانتباه هو الحديث دائما عن أنه سوف يكون هناك حل
سياسي للأزمة السورية، ولن يكون هناك حل عسكري، ولكن في التعامل مع داعش الحل سوف يكون عسكريا. نعم. هذا ظهر في خطاب في لقاء الملك. نعم. أستاذ بسام، ما قبل الزيارة وما بعد الزيارة فيما يتعلق بمشاركة الأردن في التحالف، هل تغير شيء؟ هل لمسنا شيء في الخطاب؟ هل هناك تطور في موقف الأردن مستوى آخر؟ الخطاب واضح هناك. نعم. نمو كبير في موقف الأردن. أين النمو؟ وفي البحث عن هذا وفي البحث عن التفاصيل، يعني الصورة الواضحة التي نعرفها حتى الآن أن الأردن يشارك في قصف الطائرات. نعم. صحيح. جلالة الملك كان واضح، وأنا اليوم بالصدفة يعني عملت تحليل يعني لمضمون الكلمات والعبارات التي استخدمها جلالة الملك اليوم في المقابلة التي أشار لها الزميل. لأول مرة جلالة الملك والأردن يستخدم كلمة هزيمة داعش، كنا نتحدث عن منع داعش من النمو والتوسع والاشتباك مع الإرهاب، اليوم نتحدث عن هزيمة داعش. جلالة الملك لأول مرة يقول أيضا أن القصف الجوي لا يكفي ولا بد من عمليات على الأرض. هذه النقطتين بدنا ننتبه لهم جيدا في لأغراض التحليل. أنا أقرأ هذا الكلام على أساس أنه نوع من أنواع المشاركة العملياتية الأردنية أكثر في التفاصيل. الأردن طرف أساسي في العمليات الجوية، الأردن بلا شك يعني وبدون يعني نقاش هو طرف أساسي في البعد الاستخباري في موضوع التصدي للتنظيمات هذه المجنونة. الأردن في غرفة العمليات بالتأكيد، الخبرة الأردنية أساسية في إدارة كل هذا المشهد، لأنه ثبت في الوجه القاطع أن المعلومات الأردنية، التحليل الأردني هو الأفضل من غيره قياسا في بقية دول المنطقة، وهنا لدينا خبرة إحنا في التعامل مع هذه المعطيات. هذا يعني أن الأردن في موقع متقدم. نعم. السؤال الآن، ما المقصود بكلمة متقدم؟ وقد أشار أوباما، لأنه يعني في أمس الأول ألمح أوباما إلى أن أدوارا جديدة يعني ستوزع بانتظار الأردن، وألمح جلالة الملك لما ذكره قبل قليل لنفس الأمر بالطريقة. السؤال اليوم في ظل غياب المعلومات الحقيقية، عن ماذا نتحدث هنا؟ أنا لدي وجهة نظر في هذا الموضوع تحديدا، وأنا سأقولها باختصار. أعتقد أن الحديث، لأنه إذا لاحظنا اليوم كمان في خطاب الملك كان في تأشير مباشر على أنه أرجو أن لا تفهموا أننا بصدد إرسال قوات برية للاشتباك في العراق وسوريا، وأنه استخدم جلالة الملك تعبير السكان المحليين، يعني وهذا تعبير يعني أنه لا يريد أن يقول النظام السوري لأسباب تخص الحسابات العربية الإقليمية. فأنا يعني لدي وجهة نظر في تحليل هذه المسألة. أنا أعتقد أن الحديث يتم على يعني قد ينتهي بي، وهنا يوجد قليل من المعلومات لدي في الواقع، قد ينتهي بقوات نخبة مختلطة يعني أمريكية عربية أردنية على الحدود الأردنية العراقية السورية، تكون وظيفتها الإطار العام لوظيفتها هو حماية الأمن الاستراتيجي والوطني والقومي الأردني بحكم الموقع الجيوسياسي للأردن، وتحت هذه المظلة هناك عمليات مناوشة ليست اشتباكات برية بقدر ما هي جمع معلومات وعمليات ذات بعد احترازي، مما يعني احتمالية التوغل عسكريا بعمليات وليس بحرب في البر، يعني ليس توغلا بريا لكن توغل لأغراض عملياتية. ويبدو أن تجهيزات ذات بعد فني عسكري اتخذت في هذا الإطار فعلا قبل زيارة جلالة الملك إلى واشنطن، وهذا مفهوم لنا كأردنيين في سياق حرصنا الشديد على الأمن الوطني الأردني. لا بد من أن ندرك أخي عمر أن المحرك الأساسي للأردن، وهذه نقطة لا تقال في الإعلام الرسمي ولا غير الرسمي في الواقع، المحرك الأساسي للأردن في إطار هذا الدور ليس فقط البحث عن دور إقليمي وأمني يعني مكرر ومألوف للجميع، بقدر ما هو الإحساس بأن هناك مشكلة أساسية في السعودية. والسلطة يعني أو السلطات الأردنية لا تقول ذلك، الجيش العراقي ضعيف، شمال الأردن خارج نطاق سيطرة الجيش النظامي السوري، الأنبار قريبة من الحدود الأردنية، السعودية في وضع صعب من الناحية الأمنية. أعتقد أن هذا المحرك الأساسي للأردن. فأنا أتحدث هنا عن عمليات نوعية قد تتطلبها بعض الظروف تحت العنوان الإنساني لقوات نخبة، قوات كوماندوز نخبة، إضافة للعمليات الاستخبارية. ودعنا لا نسقط من الحساب هنا أن الدولة الوحيدة الخبيرة جدا في منطقة الأنبار ودرعا هي الأردن. نعم. يعني هذا يقودني إلى يعني أن ندخل في حوار ونقاش حول ما قاله الأستاذ بسام والأستاذ خالد فيما يتعلق. الملك قال حرب برية لا تفهموا أنها حرب برية، نتحدث عن يعني أنا حين أقرأ اللقاء اختلط علي الأمر، يعني
يعني كيف يمكن أن نفهمها بطريقة الأستاذ بسام مثلا؟ نعم أعتقد أنه وهي طريقة يعني مقنعة أنا بالنسبة لي، يعني دائما الضيوف أن يكون كثير متفقين يعني مش كويس، مش لا هي حذرته من ذلك. لا يعني بتوسع أفق الفهم، ولكن احنا تحليليين اليوم وليس يعني صراعيين. الأردن في الحقيقة في هذا السياق، وهو سياق صحيح برأيي، تتفق كثيرا مع السياسة التركية. نحن لن ندخل في حرب، نتورط يعني في حرب برية في سوريا بدون شروط، بدون شروط محددة واضحة، بحيث أنه أنت ما تصير هذه جزء من حرب إقليمية عملية فيها أطراف كثيرة. لهذه الدول إن كان الأردن أو تركيا مواقف من النظام السوري، وأن اختلف الموقف التركي، الموقف التركي يقول ندخل فقط إذا كان هناك إزاحة لنظام بشار الأسد. الأردن يتحدث عن حل سياسي ولكن هزيمة لداعش، ولكن ضمن شروط، بحيث أنه ما يعني هناك دعم، وتحدث الملك بشكل واضح عن دعم للقوات المعتدلة، جيش الحر قال أمانع، يعني هو الحقيقة تحدث عن قوات معتدلة، وكذلك أوباما تحدث بشكل خاص عن القوات المعتدلة سياسيا، بالرغم من أن يعني نحن وهم والجميع متورط بتهميش القوات بين القوسين المعتدلة، والسماح لداعش بأن يعني تتمدد كالسرطان في هذا السياق. الإشكاليات معقدة جدا، العمليات معقدة جدا، وإن كان أرى أن إطالة أمد، يعني هذا هنا الحديث عن فكر المؤامرة إلى حد ما وإن كان واقع، الإطالة أمد مثلا الحرب على عين العرب كوباني برأيي هو مقدمة لهذا العملية الفصل والحوصلة لجيب كردي في المنطقة. برأيي أن هناك مخطط معين وتحدثت عنه الأدبيات الصهيونية على مدى طويل جدا. الكتاب استراتيجية إسرائيل في الثمانينات كان يتحدث بشكل خاص عن تقسيم سوريا. برأيي أن سوريا مستهدفة للتقسيم. الملك حذر من هذا في حديثه مع تشارلي روز، قال هذا أسوأ سيناريو يمكن أن يحصل، لأنه أثاره وتداعياته سوف تكون يعني أول المتأثرين هو الأردن. ونتمنى حتى وإن كان نتمنى طبعا أن تبقى سوريا واحدة، سوريا هذا الوطن الذي عرفناه، ولكن إطالة أمد هذه المعارك مثلا في كوباني برأيي هو مقدمة لفصل جيب كردي. الحديث الملك عن أنه واستشهد بحادث في حرب 73 عندما انتقلت قيادة القوات السورية من دمشق إلى منطقة قريبة من جبال العلويين، و يعني احتمالية وجود جيب علوي في سوريا. الكل حريص على إلى حد ما في المنطقة العربية على وحدة سوريا، ولكن هناك ما هو مهتم بأن يتم تفكيك سوريا. القضية يعني صارت يمكن لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد في قضية هزيمة داعش والمحافظة على النظام السوري، أو هزيمة داعش ومن ثم دعم قوات مناوئة للنظام السوري كي تحارب النظام السوري فيما بعد. نعم، ربما يعني سأسأل الأستاذ بسام الإجابة بعد الفاصل عن قصة كيف قرأ الملك في هذه الزيارة أو في لقائه الأخيرة اللي هي قضية النظام السوري. تحدث عن حربين في سوريا، حرب ضد النظام وحرب ضد داعش، ربما يعني أعطى أولوية لحرب داعش، لكن كيف قرأ النظام، كيف نفهم مستقبل التسوية السياسية التي يراها الملك، لكن بعد الفاصل بعد ذلك. لأن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا عن العلاقات الأردنية الأمريكية والزيارة الأخيرة للملك إلى واشنطن. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. اعود للاستاذ بسام بدرين. ربما تحدثت في خطاب الملك او في حديثه من هناك من واشنطن، تحدث عن النظام السوري، كيف تفهم، اين وضع سياقات النظام السوري؟ هل في ذهن الاردن يعني موقف مشروع؟ كيف نفهم دعني إذا طريقه تفكير الاردن او امريكا باتجاه يعني اذا تكرمت وسمحت لي اخي الزميل الكريم هنا تحديدا ان اتحدث ببعض المعلومات لكي نصل الى تحليل. طوال العامين الماضيين 2000 هذا العام 2014 وقبله بالعام 2013 كانت تصل رسائل من الاردن للرئيس السوري مباشره تقول له بالحرف الواحد بما معناه يا اخي ارجع على درعا،
بمعنى الجيش النظامي، احنا بدنا دولة. والموقف السياسي الأردني العلني كان يقول نريد دولة صلبة في على الطرف الآخر من حدودنا. الرد كان سلبي دائما وأبدا طوال عامين، وأنا أتحدث عن ما لا يقل عن 8 رسائل بهذا المعنى طوال الوقت، وواحدة من هذه الرسائل أدت إلى يعني طرد السفير السوري، يعني الحادثة الشهيرة. بكل الأحوال رد الرئاسة السورية كان سلبيا، وعلى الأساس التالي: أن الدرعة هي مشكلة أردنية. هذا كان يريدها بشار الأسد، أن تكون مشكلة أردنية. اليوم الجيش الأردني يحرس بلدين في الواقع، يعني يحرس جنوب سوريا ويحرس شمال الأردن، ويقوم بمهمة صعبة ومعقدة، ولكن بكل رجولة وشرف وإباء ومهنية رفيعة المستوى. بنفس الوقت يعني ملف اللاجئين ومشكلاته كلنا بنعرفه، ونحكى فيه الكثير. بهذا المعنى أنا أعتقد أن باروميتر العلاقة الأردنية السورية، السوري يغلق كل أبوابه على أي انفتاح من أي نوع سياسيا، ويتجاهل رسائل للتخاطب، رسائل فيها قدر من الود. حسنا، تريد أن تصر على أن درعا مشكلة أردنية، سأتصرف أنا بالتالي، من حقي كأردني أن أتصرف على اعتبار أنها مشكلة أردنية. من هنا تخرج طائرات مقاتلة، طراز يعني F-16 لقصف بكم عندما يحاول التسلل، وتلك ليست خطأ عسكريا يعني كما يقول بعض السذج. وهذه رسالة سياسية بوضوح تقول للأطراف غير المنضبطة في درعا، بصرف النظر عن ماهيتها، بصرف النظر مين هي، أن الأردن جاد جدا وسيستخدم كل طاقته في حماية حدوده وتراب الوطني، وهذا حق لكل أردني بكل الأحوال. أنا بعتقد أن العلاقة مضطربة ولا يوجد اتصال ولا يوجد تواصل، وأن عمان قدمت عشرات الأدلة الإيجابية في إطار التودد بما فيها معلومات، دعني أقول أمنية، بين الحين والآخر للنظام السوري. الاستجابة كانت ضعيفة. اليوم هناك مجموعة عربية تقول بوضوح لا للمشاركة في الحرب ضد داعش بأي شكل من الأشكال، في ظل الاستفادة يعني يمكن أن يحصل عليها النظام السوري. وهذا موقف في كل الكواليس، موقف سعودي كان شرسا للغاية، وهو السبب، هذا الموقف هو السبب الذي أربك كل العملية فيما يتعلق بداعش في سوريا. من هنا أعتقد أن الأردن لا يعني ينبغي، مصلحته تتطلب أن لا ينتظر طويلا. من هنا خرجت هذه المعادلة. جلالة الملك في مرتين قال ما قلته، أولا في الكلام على موضوع الحربين، ثم قال أن يعني مسؤولية التصدي للإرهاب في سوريا مسؤولية السكان المحليين، بمعنى ما وصفه زميلي بالمعارضة المعتدلة، يعني إنجاز التعبير. في النهاية هذه ملفات ستأكل الكتف الأردني، يعني إذا تم إذا حصلت مماطلة عليها. أما موضوع دور النظام السوري في سياق التحالف فهو موضوع قيد الصراع عند كل الأطراف، آسف، وتدخل فيه العامل التركي والعامل الروسي، حسابات الرئيس بوتين، والعامل الخليجي والعامل السعودي والعامل الأمريكي والعامل الإسرائيلي. بالتالي الأردن ليس طرفا مؤثرا في جزئية العلاقة بين التحالف سياسيا وعملياتيا وبين النظام السوري. الأردن معني بالقيام بدوره، بتعزيز دوره الإقليمي والأمني وبحماية حدوده، هذا العنوان العريض، ومعني بإثبات علاقة جدية ومهنية بالتحالف بالإدارة الأمريكية. نعم. طيب اسمحوا لي، معي على الهاتف الآن معالي الأستاذ سميحة المعايطة، وزير الدولة شؤون الإعلام السابق. مساء الخير معاليك. مساء النور لك ولزملائنا الكرام اللي معك في الاستوديو. لو أردنا أن نتحدث عن لقاء الملك بالأمس، اللقاء الصحفي، هل لمست جديدا فيما يتعلق بعلاقة الأردن بالتحالف الدولي الآن ضد داعش؟ هو الحقيقة ليس جديدا بقدر ما هو بشيء يعلن، لأنه بتعرف جزء أبرز الأشياء اللي كانت واضحة لحديث عن الحرب البرية على سبيل المثال، اللي كان عليها نوع من الآراء المتباينة، أحيانا تخرج من بعض المسؤولين أو من بعض المحللين الأردن سيشارك أو لا يشارك. الملك يعلن الموقف بوضوح مثلا أنه لن يكون هناك حرب برية، أو على الأقل ربما يتحدث باسم كل الدول، لأن الدول لن تذهب باتجاه الدخول في على البر في سوريا والعراق. وكان التبرير واضح والمنطق قوي على الأقل فيما يخص الأردن، أن على سوريا والعراق أن تحل مشاكلها، يعني على الأرض، لأنه الدخول في الحرب البرية يعني كلفة كبيرة. يعني يدخل جيش من أي دولة أو من مجموعة دول سيواجه مجموعة من التحديات والمعارك الجانبية مع قوى اجتماعية، مع قوى عسكرية، مع تنظيمات، مع الدول
ربما البعض سيعتبره محتل، البعض سيعتبره متطفل إلى آخره. فبعتقد هذه من أبرز الأشياء فيما يتعلق في موضوع الحرب على داعش. اثنين، التشخيص من جلالة الملك لأنه هذه الحرب الجوية لن تصل إلى كل ما يراد لها من أهداف، إنه هي حتى لا تذهب الآمال بعيدا، ويعتقد البعض إنه هذه الضربات الجوية ستنهي كل مشكلة التطرف. وبعتقد إنه جلالة الملك بيقدم يعني رؤية منطقية وواقعية للموضوع، على أنه الحرب بثلاث مراحل. الحرب الآنية اليوم هي حرب عسكرية، بمعنى أنها تحد من نفوذ هذه التنظيمات المتطرفة، تحد من تقدمها، تضرب بنيتها التحتية ومصادر التمويل لها. والحرب على المدى المتوسط أمنية، بمعنى يجب أن يكون هناك دائما معلومة كاملة عن نشاطات هذه التنظيمات، سواء اليوم اسمها داعش، بكرة تأخذ اسم جديد، قبل سنوات كان اسمها القاعدة، أيا كان الاسم، المهم المضمون وطريقة التفكير وطريقة العمل على الأرض. والبعد البعيد اللي هو الحرب الأيديولوجية، يعني الفكرية، التعامل مع فكر الناس ومنع انتشار التطرف. فبعتقد أن هذه كمان رؤية متقدمة، لأنه أحيانا الغربيين، الدول الغربية والولايات المتحدة بيشتغلوا بالقطعة على بعض القصص، وبيعتقدوا أنه هذا الضربات الجوية رح تحل مشاكلهم. في لهم مشاكل كبرى اللي هي زي اللي هي جعلتهم أكثر خوف، اللي هي عودة المقاتلين الأجانب إلى البلدان اللي بيحملوا جنسياتها. بتعرفهم عندهم رعب من هذا الموضوع، هم ما عندهم خوف، أو مش القضية اللي بتعرقهم أن الحكومة العراقية تأذت من داعش أو الحكومة السورية أو المسيحية العربية إلى آخره من هذه الجهات اللي تضررت، بقدر ما عندهم خوف على مصالحهم. أو زي ما حكى وزير الدفاع الأمريكي السابق قبل أشهر لما قال أنه هذه مسألة بتمس أمننا القومي لأوروبا وأمريكا. فهذه أهم المسائل بعتقد اللي أشار لها جلالة الملك. لكن بالمجمل هنالك رؤية أردنية واضحة للتعامل مع قصة التحالف. المدى الذي سيذهب إليه الأردن في علاقته بالتحالف واضحه جدا، لانه الاردن ايضا اولويته بالاربع سنوات. استاذ سميح، هل لاحظت ان جميع الملفات التي تحدث عنها الملك كانت الرؤيه واضحه؟ لا يوجد قلق في بعض الملفات وبعض المفاصل ظهرت من لقاء الملك؟ هو طبعا في قلق، مش يعني هو الرؤيه الواضحه للتعامل الاردني، لكن بعض الملفات تتجاوز الاردن، هي بتكون ملفات دوليه واقليميه. اليوم لما بتحكي عن الملف السوري مش بايد الاردن وحده يوجد حلول، وبالتالي هو يقلق مثلا من غياب حل سياسي للازمه السوريه اللي هي أطرافها دولية وأطرافها أقليمية ومعادلة صعبة. لكن هو كيف تعامل الأردن كأردن مع الأزمة السورية لديه رؤية واضحة، أما كيف العالم بده يدير هاي الأزمة يوصل لنهاية، بالتأكيد الأردن لديه قلق أنه إذا لم يوجد حل سياسي سنذهب لمزيد من المعاناة على صعيد اللاجئين كأردن في موضوع الاستقبال والاقتصاد والبنى التحتية وغيره والأمن إلى آخره، وسنذهب إلى مزيد من القلق على الحدود لأنه ما في طرف آخر يحمي هذه الحدود، وبالتالي راح يصير الدور الأردني مضاعف بهذا الاتجاه. ففي قلق من تعامل الدولي. موضوع الإرهاب جلالة الملك كان واضح أنه هاي قصة المسلمين كلهم، قصة العالم كله. طب إذا المسلمين وإذا العالم ما قاموا بواجبهم، أكيد بدها تكون الرؤية غير واضحة عند هذه الأطراف. لكن كدولة أردنية فيما يخصه هو واضح أنه يدعم كل جهد لمكافحة الإرهاب، يدعم جهد أي جهد في عسكري أو أمني لضرب هذه التنظيمات. لكن إذا الآخرين تقاعسوا بالتأكيد سيقلق من عدم قيام الآخرين من بأدوارهم بشكل واضح. نعم، أشكرك الأستاذ سميح المعايطة، معالي وزير الدولة شؤون الإعلام السابق، شكرا لك. أعود لك أستاذ خالد، يعني مرة أخرى، ربما الملف السوري يعني بحثناه، الملك تحدث عن العراق، يعني تحدث بطريقة أو بأخرى، تحدث عن المكون السني، تحدث عن العشائر القريبة منا. هل تعتقد أن الأردن حسم أمره فيما يتعلق بتشبيك علاقة أو مشبك علاقة؟ لكن نعم. هل هناك مشروع جديد؟ هل هناك شيء جديد؟ هل هناك صحوات جديدة؟ يعني كيف نفهم ما قاله الملك؟ نعم، الحقيقة الملك تحدث بشكل يمكن مستفيض عن العراق وعن الجزء الغربي من العراق بشكل خاص. تحدث عن تهميش السنة. نعم. أنا برأيي أن المنطقة العربية كلها مدانة إلى حد ما في عملية تهميش السنة عموما. الآن نتعامل مع داعش والكل العالم يتعامل مع داعش، وماذا عن تهميش السنة الذي تم على مدى هذه السنوات وحتى محاربتهم؟ يعني السنة في العراق، في الأنبار وفي غرب العراق، كانوا في حالة اعتصام شبه مستمرة لمدة سنة ونصف، وبينما كان المالكي يعني يضربهم يمين وشمالا، ولم يكن هناك أي جهد حقيقي لمحاولة معاونة ومساعدة المكون السني. لا نتحدث هنا عن القضية الطائفية، ولكن أرادها من هم من أمثال المالكي أن تكون طائفية، وكان هناك تهميش حقيقي، هناك تقوية للأكراد في شمال العراق. هل من جديد فيما قاله الملك؟ هل ترى أن الأردن يعني
هناك خطوات جديدة، مسألة روتينية تكرار لما كان في السابق، صحوات و لا يعني ليس الحديث عن صحوات من جانب الملك يعني من جانب الملك كان الحديث واضح عن أنه لابد من أن يكون هناك دعم للمكون السني المعتدل هو الأكثر تهميشا. برأيي يعني هو إعادة تأكيد على موقف أردني واضح من هذا الموضوع، ولكن برأيي أن الأردن، السعودية، الدول الخليج عموما، الدول العربية لم ترتقي إلى مستوى التحدي الذي كان قائم بالعراق بشكل خاص، وبرأي الذي كان منه هو كان رحم الرحم الذي خرجت منه داعش التي أصبحت الآن الشغل الشاغل للعالم. برأي أن القصف الإيراني مؤخرا لمواقع داعش في العراق يعني يضيف تعقيد جديد على قضية هي أيضا هي يعني في الأساس معقدة، أن نجد الولايات المتحدة تقصف داعش، إيران تقصف داعش، المملكة العربية السعودية تقصف داعش، الأردن يقصف داعش، الإمارات تقصف داعش، وكأن المشكلة الوحيدة في العالم أصبحت هي داعش. يعني الذين قتلتهم أو هذا الاهتمام المفاجئ بداعش كان بعد أن تم إعدام عدد من الرهائن، على يعني مدى جنون هذا التصرف وعلى مدى إرهاب وتخلف هذا التصرف من قبل داعش، كما ذكر زميلي هو جنون بحت يعني هذا الذي رأيناه. ولكن أن يتم تشكيل هذا التحالف من أجل داعش بينما نحن كأننا نتجاهل الصورة الكبيرة، يعني ماذا سوف نفعل إذا كان هناك قلاقل أو حالة عدم استقرار في المملكة العربية السعودية؟ ماذا فعلنا كي نواجه هذا هاي الرغبة الجامحة عند إيران لأن تتوسع إقليميا وأن يكون لها دور أكبر من حجمها؟ برأيي لا يوجد هناك تصور واضح، ولم يطرح حتى الآن أي تصور واضح، ولم نشعر به حتى في حد، لم نشعر به أبدا. يعني أنا كنت بتسألك عن موضوع المثلث، لكن قبل ذلك بسألك، هل فهمت وأنت يعني عندك معلومات العراق العشائر تحدث عنها الملك، يعني كلام مكرر روتيني أم جديد قصة يعني علاقتنا؟ خليني قبل ما أجيبك بشكل مباشر تعليق بسيط على الزميل بقول المشكلة في قصف الجميع يقصف داعش، أنا أعتقد أن المشكلة في أن الجميع لم يقصف داعش، يعني في الواقع قصفت مقرات فارغة، قصفت إحداثيات كانت مزورة من غرفة القرار الأمريكية المركزية، الكل يريد بقاء داعش، فقط الأردن والإمارات يعني يريدان أن يقصفها بصورة صحيحة، فبالتالي قصفت يعني أماكن فارغة، خرويش ناس بدو أحيانا، يعني على كل حال مستودعات قمح يعني طيب نطلع منها العراق والدور الأردني. شوف عندما يقول جلالة الملك بأن هناك دور للأردن في أماكن أخرى، لا أعتقد أنه يتحدث حصريا عن العراق ولا عن سوريا، العراق الأنبار، سوريا درعا. أنا يبدو لي أن هذا الأمر مرتبط بدول الخليج أكثر. يبدو لي يعني يبدو لي، قد أرجح هذه النظرية، لا يوجد معلومات حاسمة، لكن أعتقد أن دول الخليج في القمة الخليجية التي على وشك الانعقاد بصدد تشكيل جيش الاتحاد الخليجي، الاتحاد الخليجي ثم الجيش، غرف عمليات موحدة، رؤساء أركان موحدين، مشروع كبير وعملاق وموضوع له الهيكلية كاملة، وأعتقد أن هناك كلام يعني في الكواليس عن قاعدة عسكرية مصرية في دول الخليج، وقد تكون مصرية أردنية في بعض المراحل تحت العنوان الأمني. فيبدو لي أن التلميح هنا يعني أرجح أن يكون في هذا الاتجاه. لكن عندما نتحدث عن الأنبار ودرعا، إحنا قلنا عن النطاق العملياتي في الواقع العملي، يعني الأردن موجود بالأنبار، يعني مشان يعني نحكي بوضوح مع الناس، الأردن موجود، الأردن لديه معلومات عن ما يحدث في كل تفاصيل درعا، والأردن عنده خبرة كبيرة بالأنبار وعشائر الأنبار التي اللي هي الآن مشتبكة مع الجناح المجنون هذا من تنظيمات الإرهاب، عشائر الأنبار على اتصال في الأردن ولا تثق إلا في الأردن عمليا، وهناك بناء ثقة كبير. فإذا كنا نحكي على دور متوقع في أماكن أخرى، هو تحدث عن عشائر مباشرة الملك صحيح؟ طبعا فأنا أتحدث هنا عن دور سياسي إذا يعني أنا يعني أيضا هنا إذا كان القصد هو العراق وسوريا، أتحدث عن انتقال الأردن من دائرة الصديق لهذه العشائر، عشائر درعا وعشائر الأنبار، إلى دور سياسي مباشر أكثر. كيف؟
هنا نغرق في التفاصيل. هنا التفاصيل التي يجلس في داخلها الشيطان. كيف دعني أقول هناك تصورات. يعني حسن نصر الله له تصريح هذيك المرة أن الأردن ستأخذ جزء من. أعتقد أنه يتحدث عن سيناريو من هذا النوع. عندما أقول دور سياسي مباشر للأردن مع هذه مع المكون الاجتماعي في العراق المنطقة الشرقية الأردنية وفي شمال الأردن، نتحدث عن علاقة سياسية تنظيمية في العراق تحت عنوان إنصاف السنة عبر الدولة السنية، وفي جنوب سوريا تحت العنوان الإنساني وملف اللاجئين. فأنا ميال للحديث عن دور سياسي بهذا المعنى في العراق السوري. يعني لك تعقيب. بالنسبة للأماكن الأخرى الحقيقة تحدث أو يعني عقب باراك أوباما في بعد لقائه مع الملك في المكتب البيضاوي بأنه قال نحن نتحدث عن تهديد عالمي من قبل المنظمات الإرهابية ويتطلع إلى دور أردني، وتحدث عن بوكو حرام وعن الشباب في الصومال. الملك في حديثه مع تشارلي روز تحدث ووصف يعني بشكل تفصيلي عن كيف أنه تم تطوع عدد من الضباط الأردنيين للقتال في أفغانستان، وكان دور مهم للأردن في أفغانستان. فبرأيي أن الحديث حتى يتجاوز المنطقة العربية، كان حتى الموقع الرسمي للديوان الملكي تحدث عن أهداف الزيارة، وقال أن واحد منها هو أن الملك يريد أن يطرح على الكونغرس الأمريكي وعلى الإدارة الأمريكية على البيت الأبيض أن تصبح الحرب على الإرهاب هي حرب شاملة، بمعنى هو قال ذلك بوضوح. نعم. ملك شخصيا في هذا اللقاء. نعم. قال حرب عالمية. تحدث عن حرب عالمية، ولكن الحديث عن بوكو حرام في نيجيريا وعن الشباب في الصومال نحن نتحدث قد يكون يعني هذا دور جديد للأردن، كما توسيع بكار هذا جديد. يعني نحن نحل مشاكلنا بالمنطقة. ما نحلف عليه. اسمحونا بس معنا معنا على الهاتف الأستاذ خالد الصفوري المستشار في مركز ميريديا للاستشارات الاستراتيجية من واشنطن. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا مساء النور. يا ريت تعلونا الصوت شباب سامعينه. أستاذ خالد مساء الخير مرة أخرى. أهلا مساء النور، أهلا فيك. الملك عبد الله في واشنطن، كيف تقرأ ذلك؟ كيف تقرأه أيضا النخبة في أمريكا؟ النخبة في أمريكا تعتبر الأردن حليف رئيسي يعتمد عليه أكثر من أي دولة عربية أخرى في التنسيق مع الولايات المتحدة، لأنه الدول الأخرى القريبة من الولايات المتحدة في بعض الأحيان لديها خصوصيات، وبعض الأحيان لديها نقاط الخلاف ولا تتردد في انتقاد الولايات المتحدة. الأردن حليف ملتزم جدا بالسياسة الأمريكية ولا ينتقد على الأقل حتى لا يكون هنالك شيء في جزء يعني أخطاء، يكون دائما بصمت، وبالتالي الولايات المتحدة تعتمد وتثق في الأردن أي أكثر من ثقة في أي دولة أخرى. في موضوع آخر هو موضوع عملية السلام الفلسطيني. الأردن هي تقريبا أكثر دولة تعتمد على في تقريب وجهة النظر وفي الوساطة بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبار أنه لديها علاقة ممتازة مع الطرف مع رئيس محمود عباس وكذلك مع السلطات مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي في هذا المجال. أستاذ خالد صوتك مش واضح شباب بالإخراج، إذا بالإمكان إعادة الاتصال مع الأستاذ خالد بعد إذنكو. أنا مش صحيح الصوت مش واضح. مخربش. نعم هناك في مشكلة في الصوت. ربما يعني الحديث سأعود لك أستاذ بسام للسؤال. سئل الملك سأله هذا الصحفي فقال له لقد قلت عن الهلال الشيعي هكذا مباشرة، فقال له يعني سياسيا لأنه كان الملك تحدث وقال إنه لا يوجد مشكلة كبيرة بين السنة والشيعة، هنا تحدث عقديا. هل هو يعني لغة جديدة، خطاب جديد يعني لا سياسيا أيديولوجيا كيف نفهم هذا يعني هنا خطاب سياسي. نعم. يعني هنا جواب نعم سياسي. جميل. على سؤال إعلامي يعني فيه قدر من الخبث والدهاء. صحيح. والجواب دبلوماسي وسياسي كان محنكا في الإجابة. يريد أن يعني يقطع مع فكرة الحرب في بعدها الطائفية، لأنها تخدم داعش والتنظيمات المتطرفة وتخدم الجناح المتطرف أيضا في إيران. وأنا بعتقد أن الأردن بعمل عمل التوازن هنا في إطار المسعى. يعني بالمناسبة الأردن لم يكن ضد انضمام إيران للتحالف بالمناسبة
في الاتصالات الأولية اللي كان بشكل جذري أخواننا السعوديين. فيعني في الحديث عن التفاصيل اليوم تلمس خبرة أردنية في التعاطي مع مفاصل المسألة، ويبدو أن لا أحد في المنطقة أو حتى في العالم يستطيع حل المشكلات الحقيقية في هذه المنطقة بدون الأردن، يبدو لذلك. نعم، رجعنا للأستاذ خالد بعد ذلك أعود لك. أستاذ خالد الصفوري، مساء الخير مرة أخرى. يعني مرة أخرى، يعني إحنا ما سمعناش شيء من كلامك، لكن كيف تنظر النخبة لزيارة الملك؟ هل من جديد؟ يعني زي ما قلت وما سمعت، النخبة تعتبر الأردن حليف أساسي والأكثر أهمية في كل حلفاء أمريكا في الجانب العربي، نتيجة أنه الحليف الأردن حليف يعتمد عليه، وحتى عندما يكون هنالك نقاط خلاف بينه وبين الولايات المتحدة لا يجهر بها، مثل ما حصل مع بعض الدول العربية الحليفة الأخرى والتي انتقدت السياسات الأمريكية بشكل علني، سواء عندما كان الموضوع للتفاهم النووي مع إيران أو في مصر عندما تخلت الحكومة عن مبارك الحكومة الأمريكية وإلى آخره. وبالتالي كذلك العلاقة الخاصة جدا بين الأردن وإسرائيل، وكون هنالك عملية سلام، فالولايات المتحدة تعتمد كثيرا على الأردن عندما يكون هنالك جمود في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي أو في الوسطات. وبالتالي النخبة السياسية في أمريكا تعتبر الأردن الحليف الرئيسي في الجانب العربي، كما تعتبر إسرائيل هي حليف أساسي في الجانب الآخر. هل ترى أن بعد زيارة الملك هناك وظيفة أو دور جديد للأردن، وبالتالي مساعدات مختلفة اقتصاديا؟ الأردن الآن هي الدولة الثالثة في برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية بعد إسرائيل ومصر، تأتي الأردن الدرجة الثالثة، وهذا دليل على الثقة التامة من الحكومة الأمريكية بالأردن، وكذلك الأعباء التي تتحملها الأردن في موضوع اللاجئين السوريين وفي محاربة داعش ومحاربة الإرهاب وفي التنسيق الأمني والعسكري في المنطقة. فالأردن هي حليف أساسي، ولهذا أعتقد أنه القرار خلال زيارة الملك لواشنطن بزيادة المساعدات الأمريكية للأردن كان مبني على هذه الأمور، طبعا على موضوع محاولة تحريك عملية السلام فلسطين بإسرائيل هو موضوع آخر. ونحن نعرف كثيرا أنه موضوع الحرب للداعش والتي تؤثر على جيران العراق وسوريا والأردن بشكل أساسي تهم الولايات المتحدة، وبالتالي كان هنالك اهتمام خاص في هذه الزيارة للتنسيق في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا. نعم أستاذ خالد، خطاب الملك والأدبيات التي يستخدمها هل هي مقنعة للنخبة الأمريكية، مؤثرة، تشكل نصيحة؟ يعني أنا أعتقد المؤثر بشكل فعال في الولايات المتحدة اللقاءات الخاصة التي يقوم بها الملك خلال زيارته، وأنا أعرف من أصدقائي في الكونغرس الأمريكي أنه في معظم الأحيان عندما يزور الولايات المتحدة يتعمد أن يلتقي بقادة الكونغرس من الحزبين، وخصوصا في اللجان المعنية لها الأردن، لجنة العلاقات الخارجية واللجان العسكرية والأمنية، وأعتقد هذا هو الأكثر تأثيرا من الأدبيات، لأنه معظم الأمريكيين حتى السياسيين إذا لم تكن الأدبيات مرسلة لهم بطريق مباشر فإنه من الصعب أن يعرفوا محتواها. فأنا أعتقد الاتصالات المباشرة بين القيادة السياسية في الأردن والسفارة الأردنية مع القيادات السياسية في أمريكا، بالإضافة إلى زيارات المترددة للملك مع السياسيين الأمريكيين هنا في واشنطن، تلعب دور أكبر من أي شيء آخر. نعم، أشكرك الأستاذ خالد الصفوري مستشار مركز ميريديان للدراسات، شكرا لك من واشنطن. شكرا لك. أعود لك أستاذ خالد سعودي إلى قصة إيران. صححني، يعني لم أرى أن هناك إشارة سلبية كانت من الملك لإيران، صححني إن كان، يعني لماذا؟ مع أن هناك استقطاب كبير الآن بين إيران، بين الرياض وطهران، يعني نعم لم يكن هناك، فعلا لم يكن هناك أي إشارة سلبية إلى إيران. يبدو أن الوضع في العراق حساس جدا، والتوازنات التي تود أن تراها الأردن يعني تدعو الملك إلى أن يكون متحفظا في حديثه عن إيران. كما ذكرت سؤل عن الهلال الشيعي، ولكن هو سؤل عن الهلال الشيعي بعد أن قال لشارلي روز أنه لا يوجد هناك مشكلة طائفية ولا يوجد هناك مشكلة مع إيران، فقال له شارلي روز ولكنك تحدثت عن أنت أول من تحدث عن الهلال الشيعي. عمليا هو أول من تحدث عن الهلال الشيعي، وقد انتقده الكثيرون عندما تحدث عن الهلال الشيعي. الآن
هو يقول ليس هناك مشكلة مع الشيعة. أنا برأيي أن هناك ليست المشكلة مع الشيعة وإنما هي المشكلة مع أحلام فارس بإعادة إمبراطوريتها وفرض سيطرتها على المنطقة. برأيي هذه الأحلام لم تمت عند إيران، وإيران ما زالت متمسكة بهذه الأحلام، وهذه إشكالية برأيي لا يتم التعامل معها عربيا كما يجب من هذه الناحية. إذا سمحت لي أن أتحدث قليلا عن قضية الكونغرس وما تفضل به الزميل من واشنطن. اللقاءات التي يعني قام بها الملك مع الكونغرس إلى حد كبير هي جزء أيضا من اللعبة السياسية الداخلية في واشنطن. الآن الجمهوريون اكتسحوا في المجلس الشيوخ وفي مجلس النواب في الكونغرس، أخذوا الأغلبية. الرئيس باراك أوباما برأيي هو رئيس ضعيف حتى عندما لم يكن في دورته الثانية وفي نهاية دورته الثانية، ولكن هو الآن أضعف من أي وقت آخر. مهم للرئيس باراك أوباما وللحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس باراك أوباما أن يكون هناك حديث، يعني أن يستمع الطرف الجمهوري للملك عبد الله الثاني عندما يتحدث عن وجهة نظره وعن الحقيقة عن يعني رؤيته الواضحة للمشهد العسكري، للمشهد السياسي، للوضع في الإقليمي بشكل خاص. هذا سوف يدعم الرئيس باراك أوباما عندما يريد أن يأخذ مخصصات أو مزيد من المخصصات لميزانية التسليح، عندما يريد أن يناور بشكل أفضل في حربه على داعش. هذا اللقاء، خصوصا اللقاء الذي كان مع المجلس الشيوخ ومجلس النواب من لجنة العلاقات العسكرية، وكارل ليفن رئيس اللجنة وهو من الحزب الديمقراطي من ولاية ميشيغان، يعني علاقته جيدة مع الملك، هو يستمع ويحترم وجهة نظر الملك عبد الله الثاني، وهذا يعني أن يستمع لهؤلاء مع الحزب الجمهوري هذه قضية مهمة للرئيس أوباما، هي خدمة في الحقيقة يسديها الملك عبد الله الثاني لباراك أوباما. يعني قبل ما أنتقل من موضوع إيران، بس أنا مصر أني أرجع لك على موضوع إيران. أنت تحدثت عن قاعدة ربما في الخليج مصرية أردنية، ستذهب داعش، هل ستوجه كل هذه إلى إيران؟ هذا ما نفهمه، أن هناك ترتيب أكبر ما بعد داعش، لذلك الصراع ما بين إيران والدور الإيراني والخليج. لا أعتقد ذلك، يعني هذا يعني تحليل حاد، يعني استنتاج حاد للتحليل. دعني أقول، شوف، السفير الأردني الجديد بين قوسين في طهران زميلنا عبد الله أبو رمان غادر قبل أقل من شهر تقريبا استلام عمله. السفير الإيراني حضر، محمد ظريف كان عندنا قبل فترة. هناك نوع من أنواع التواصل صار مع الإيرانيين، ولا مصلحة لنا، واستقبلنا حيدر عبادي يعني، واستقبلنا ولا تنسى، لا يسقط من الحساب أن عدونا وعدو إيران الآن بصرف النظر عن البعد الطائفي هو نفس الجهة، داعش. يعني عدونا ما بعد داعش، أنا عشرتها يعني ما بعد داعش. هناك الآن أولوية كبرى للأمن الداخلي في الخليج وتحديدا في السعودية، بحكم التوسعات الغريبة المفاجئة التي يعني طالت النفوذ الإيراني في محيط دول الخليج. الحوثيين، العراق، البصرة، كل هذه المعطيات أقلقت منظومة الدول الخليجية، ودفعت البحرين قبل يومين عملت مؤتمر للإرهاب في تصريحات السعودية، بترد عليها إيران بمؤتمر من جانبها وبتقصف بواقع داعش. في هناك لعبة ما مع الجانب الإيراني. أعتقد أن الأردن فيما يخصه يتعامل مع هذه اللعبة بذكاء إلى حد ما، وبدون التورط بشكل مباشر، لكنه بكل الأحوال لا يستطيع الابتعاد عن السعودية. صحيح. في هذا الإطار، والقواعد العسكرية أو غيرها، كل النظام الأمني الذي يعني يعاد تأسيسه الآن، هناك خطة طموحة لإعادة تأسيسه في منطقة الخليج العربي، هدفه ردعي وليس اشتباكي، بمعنى إعادة ترسيم المصالح السياسية على قاعدة القوة وردع القوة المقابل، حتى لا تشعر إيران تحديدا بعد الحدث اليمني بأنها في موقع القوة والصدارة، وبالتالي الانقضاض لفرض وقائع جديدة على المنطقة. الأردن يؤمن بإقامة حوار مع الإيرانيين وبإسماع الإيرانيين وجهة النظر العربية، هذا ما سمعته أنا من نخبة من المسؤولين. نعم، بدي أطلع من الملف الإيراني. لماذا غاب ذاك
الكم الوازن للمشهد الفلسطيني عن 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 الزيارة الملكية. قطعا أن هناك يعني حديث، لكن ربما الملك حذر من انتفاضة ثالثة، كان هناك بعض الإشارات لكن لم تكن أولوية. نعم، يعني أنا كتبت ما قاله الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي المشترك بعد اللقاء مع الملك عبد الله الثاني، قال: لدينا القلق نفسه حيال استمرار التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني دعني إذن أتحدث عن توتر بين الأمريكيين وداعش. يعني هذا كلام حقيقة، كلام سخيف، كلام ممجوج. يعني في أعتقد أنه في إهانة حتى للأردن وللأردنيين والفلسطينيين. أنا يتحدث الرئيس الأمريكي عن لدينا القلق نفسه حول استمرار التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما إسرائيل تعلن نفسها دولة يهودية، الانتهاكات في المسجد الأقصى غير مسبوقة، عدد الوحدات السكنية في المستوطنات غير مسبوق في ظل حكومة نتنياهو. ثم يأتي جو بايدن أمس ويتحدث عن أن هدم البيوت هو نوع من العقاب الجماعي. أهلا وسهلا، يعني صباح الخير يا جو بايدن. حديث عندما بينما كانت تتحدث الولايات المتحدة حتى في عهد جورج بوش الأب وجورج بوش الابن وفي عهد بيل كلينتون أن المستوطنات هي كيانات غير قانونية، يتحدث عن أن هدم البيوت إشكالية، ولدينا نفس القلق من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الحديث أيضا حتى في الكونغرس لم يصدر لا من الصحفيين ولا من الكونغرس الأمريكي ولا من الجانب الأردني أي إشارة إلى أن يعني أقلها فيما أعلم عن أن الملك تحدث مع الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي هو رأس الحربة الصهيونية في الولايات المتحدة، وهو الدعم الرئيسي للكيان الإسرائيلي، وهو الكونغرس هو الذي يضرب بيد من حديد على رأس الرئيس الأمريكي أيا كان هذا من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي عندما يحاول أن ينتقد إسرائيل. دائما يعني إسرائيل تسحب السلاح الكونغرسي في وجه الرئيس الأمريكي. برأيي أن الملك كلمة مسموعة أمام الكونغرس، خصوصا في ظل هذا التحالف الإقليمي من لمحاربة الإرهاب والحديث عن تحالف أكبر عالمي من أجل مكافحة الإرهاب، أن الأردن مهتمة. ولكن الملك طبعا تحدث في حديثه مع تشارلي روز عن أن المشكلة في الفلسطينية هي دائما هي المحرك الرئيسي في عملية حتى التجنيد الإرهاب. وتحدث عن أنه خلال الحرب الإسرائيلية على العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن كان يعني لم يقل أنه عدوان، قال عندما كان هناك القصف الإسرائيلي على غزة ازداد عدد المجندين لداعش، بمعنى أن الوضع في فلسطين دائما ينعكس على مشهد الإرهاب والتطرف من كل هؤلاء الذين يعني يريدون أن يركبوا الموجة. إذن ماذا تحدثنا مع الكونغرس، أو ما هو موقف الكونغرس من هذا الدعم اللامحدود للتطرف الإسرائيلي؟ برأيي كان هذا ممكن أن يكون وسيلة ضغط أفضل، حتى وإن كان بشكل علني، حتى يعني يعلم هؤلاء أعضاء الكونغرس أنهم مدانون إلى حد ما في تنمية ظاهرة الإرهاب العالمي. جميل. أيضا الملف الفلسطيني أستاذ بسام، بس أنا دوري وظيفي بدون فاصل، اسمح لي بعد طبعاً فاصل طبعاً. فاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الحوار حول العلاقات الأردنية الأمريكية. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. اذا استاذ بسام، يعني كما سالت الاستاذ خالد، واضح انه الموضوع الفلسطيني، الملف الفلسطيني مش صاحب اولويه في زياره الملك. صحيح. اعتقد من حيث المبدا، من حيث الشكل والمضمون والظرف، ان اجنده الزياره واضحه حقيقه حتى قبل ان تنجز. لاحظنا ان يعني الملك قابل السيسي قبل هذه الزياره، الملك اجرى سلسله كبيره من الاتصالات. لا يوجد جديد يمكن ان يتحدث عنه الاردن في عمليه السلام. اسرائيل
شئنا أم أبينا طرف في التحالف ضد داعش على نحو أو آخر، بالتالي إسرائيل طرف في إطار التنسيق الأمني والسياسي والجيوسياسي في المنطقة. نعم. يعني الأردن له مواقف واضحة في عملية قضية السلام وقضية السلام وقضية فلسطين، يعني ليست فقط لم تكن الزيارة زيارة قبل ليست فلسطين. في نعم. عنق الأردن يعني نعم. كمان الأردن خبير المؤسسات الأمريكية، هو يعرف أن الرئيس الإدارة ضعيفة والرئيس على وشك الرحيل وهناك ترتيبات، يعني انت يعني تزاود فقط في الوقت في ظل انتهاكات في وقت الفارغ كان من يعني اعتقد ان قراءه الاردن لهذه الزياره قبل انجازها قراءه يعني دقيقه وعميقه، عمل الاردن مناورات في الجانب الذي يمكن ان يحقق فيه انجازات. نعم جميل. الان معي على الهاتف الاستاذ سالم الفلاحات المراقب العام لجماعه الاخوان المسلمين الاسبق. مساء الخير شيخ سالم. مساء النور، اهلا وسهلا، تحيه لك ولضيفيك. الله يحييك شيخ سالم. بالامس في 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 لقاء الملك مع الصحفي المشهور هناك في واشنطن، حينما تحدث عن جماعه الاخوان المسلمين قال ان الربيع العربي شباب متحمسون يريدون التغيير، لكن جماعه الاخوان المسلمين اختطفت هذا الربيع. كيف يمكن ان نفهم ذلك؟ ما هي الرسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد ان الحركه الاسلاميه تفهم والاخوان يفهمون انه يصعب تقديم التحية والشكر للإخوان على وسطيتهم في ظل التطرف الحالي أو على وطنيتهم في ظل التماهي مع ما يجري في المنطقة، فلذلك لا ينتظرون في ظل هذا الضجيج الكبير وفي ظل التركيز على موضوع محاربة التطرف، فهنا هناك محاولة لربط الإخوان بالتطرف، وبالتالي لم يشكو الملك من الإخوان فقط، إنما شكا قبل شهور، قبل أقل من سنة شكى من ما سماه في حينها دولة المخابرات الأردنية، وشكى من قوى الشد العكسي، وشكى من المحيط العربي المانع للإصلاح، وقال من 2005 هذا الكلام بأنه ينوي الإصلاح الشامل لكن المعيقات العامة، شكى من جهات كثيرة. وبالتالي اليوم أعتقد أن الموضوع أكبر من الحديث عن الإخوان المسلمين وعلى المنطقة، وإن كان قد قال أن الإخوان في الأردن منظمة رسمية ولم يتحدث بشأنهم بشيء. أما المختطف في الحقيقة، المختطف هو الجهد العربي، المختطف هو التحرر العربي. من الذي اختطف الربيع العربي في مصر؟ من الذي اختطف الربيع العربي في اليمن؟ من الذي اختطف الربيع العربي في تونس؟ هل اختطف النهضة اختطفت الربيع العربي في تونس؟ أم سلمت بالرغم من شعبيتها الكبيرة هذه الثقة التي أولاها الشعب التونسي لها، سلمتها للشركاء الآخرين على خلافهم معها، وهي تثبت اللحظة تلو الأخرى أنها صاحبة مشروع نهضة للأمة وليست لحزبها. أنا أعتقد لا، الحديث الآن ما هو مصير الشعوب العربية؟ ما هو مصير قضاياها الرئيسة والمركزية؟ انظر اليوم الحديث، معظم الحديث عما يجري الآن في العراق وفي سوريا وعن داعش وعن القاعدة وغيرها. غابت القدس والأقصى، غابت غزة وإعمار غزة الذي اتفق على إعمارها، غابت القضايا الوطنية الكبيرة العامة للشعوب العربية. الآن في قوى شد عكسي، لكن لا شك أنها الأردن يتعرض لضغط شديد لاتخاذ موقف سلبي من الحركة الإسلامية. نحن نعلم هذا الضغط، ولكن يمكن أن تقال كلمة هنا أو كلمة هناك. لكن أعتقد أن الإخوان في الأردن، ويفترض أن أي حركة وطنية موجودة في البلاد العربية يجب أن تنظر إلى المصلحة العامة. القضية هو ما هو مصيرنا كعرب، ما هو مصير الحريات، ما هو مصير الديمقراطية، ما هو مصير قضيتنا المركزية، وليس ما هو مصير التشكيلات السياسية والحزبية على أهميتها، فهي لا تساوي شيئا في المعادلة العامة التي نرى أن هناك هجمة عالمية، بل نسميها حرب عالمية، ليست على الإرهاب ولا على التطرف ولا على داعش، إنما هي على الشعوب العربية بأكملها. ونحن ضد التطرف وضد من يقتل باسم الدين وضد الاعتداء على أي روح أيا كانت هذه الروح، هذا موقفنا فيه واضح، لكننا نرى الذي يجري برؤية مختلفة عما يراد أن يسوق له. لا نعتقد مطلقا أن قرية الرعاة تحتاج إلى كل هذه الأيام من 60 دولة في تحالف ولم تستطع أن تتقدم خطوة واحدة بهذا الاتجاه. نحن نخشى بل نتيقن أن المقصود هو هذه الشعوب وهذه الأمة. طيب. من أجل عدم السماح لها. جميل شيخ سالم.
هناك أيضا إشارة يعني من الملك إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منظمة مرخصة، هل شعرتم بالارتياح من مثل هذه الإشارات؟ والله لا شك أن كلمة الإنصاف وكلمة العقل في ظل الضغط العربي الموجود، نحن نعلم أن هناك ضغط عربي بالإضافة إلى الضغط الصهيوني السابق من أجل الخوف من أن تمتد رائحة الديمقراطية التي تنسمها الشعب الأردني من 2011، وفعلا حصلت بعض الإصلاحات، فهم يخشون من امتداد هذه الحالة إليهم. لا شك أن هناك ضغط، القول بأن الإخوان في الأردن منظمة رسمية هذا لا شك أنه كلام إيجابي ومنطقي وحقيقي، ولا ننتظر من جلالة الملك أقل من هذا الكلام. نعم. أما إذا كان يتحدث عن جهات أخرى لها أخطاء، نعم كل الناس يخطئون ويصيبون، حتى الإسلاميين أنفسهم يخطئون ويصيبون. أما إلغاء هذه الشريحة التي تقدمها الشعوب، من الذي قدم النهضة في تونس؟ من الذي قدم الإخوان في مصر؟ من الذي قدم الاتجاه الإسلامي في مناطق أخرى؟ هي الشعوب. الشعوب تظن أن هذه الشريحة يمكن أن تخدم مصالحها بالمستقبل. نعم. لكن هذا الهجوم العالمي الحقيقة لا تفسير له في مثل هذا المنطق المتافت الذي يردده البعض الجاهل الذي لا يعرف معنى الكلمة ويبحث عن كلمة تسيء فقط للحركة الإسلامية الاتجاه الإسلامي. نعم. أشكرك. الحقيقية هي للأمة، أما الأحزاب العربية يمكن أن تتبدل وأن تتغير، لكن المشكلة أن الأمة هي الواقعة تحت. نعم. الخطر. أشكرك الشيخ سالم الفلاحات المراقب الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، شكرا لك، شكرا على هذا التعقيب. أعود لك أستاذ خالد، ربما أيضا كانت هناك إشارات، لا بدي لك مش رايح على بسام، إشارات من الملك إلى جماعة الإخوان المسلمين، كيف تراها سواء على المستوى الداخلي أو الآن نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، ربما كان في إشارة للمنظومة ككل يعني في. نعم، يعني كما ذكر الشيخ سالم أن الأردن هو في الحقيقة وقع تحت ضغط إقليمي. نعم. عربي خليجي بشكل خاص لتجريم جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كمؤسسة إرهابية أو سحب الاعتراف الرسمي منها وما إلى ذلك، هو برأيي جزء من هذا الاستهداف الكبير للإسلام السياسي للحركات الإسلامية. في حديث الملك عن أن الإسلام المعتدل، وقال أنا أرفض أن يقال عني أنني مسلم معتدل، أنا مسلم نقطة أول السطر. نعم. فلا يجوز أن يكون الأصل في الإنسان المسلم أن يكون معتدل، ولكن هذه السياسات التي هي تطالب الأردن وتضغط على الأردن يعني إلى ضغط المزيد من الضغط على هذا الإسلام المعتدل، الإسلام المشارك في الحراك السياسي، المشارك في الحياة السياسية، المشارك في العملية السياسية، الذي قدمه الشارع المصري في مصر، والذي قدمه الشارع التونسي في تونس، واليمني في اليمن، وحتى إلى حد ما الليبي في ليبيا، محاولة محاربة هذا المكون يؤدي في الحقيقة إلى ظهور هذه الحركات المتطرفة المجنونة. والملك يعني تحدث والحقيقة بدقة برأيي عن هذا الموضوع في سوريا بالذات، قال أن النظام السوري كان يقصف كل الحركات المعتدلة وكان يتجاوز ولا يقصف داعش حتى يجعلها أقوى كي تبيض صفحته إعلاميا. برأيي إذن لماذا يطلب من الأردن، ولماذا نرى أن هناك بعض التداعيات قد يكون من الجزء المخابراتي أو الجزء الأمني في الأردن للضغط على الحركة الإسلامية وسجن رموزها لمراعاة لهذه الدولة أو تلك؟ نعم. أستاذ بسام، يسجل للدولة الأردنية أنها لا تستجيب لهذا الضغط، حتى إشارات الملك للحركة في الداخل امبارح كانت واضحة أنها يعني لا يمكن أن يذهب الشطط بعيدا يعني اتجاه هذه الحركة الإسلامية، هل فهمت ذلك أيضا من لقاء يسجل للحركة الإسلامية أيضا رشدها ونضجها؟ نعم. ودورها الوطني المحترم والمقدر في الواقع، وأنا أقول ذلك يعني إيمانا وقناعة ومن باب الخصومة السياسية والاختلاف. نعم. الفكري والسياسي في بعض الأحيان، لكن يعني أنا دعني أقول في موضوعنا الداخلي أخي عمر بأمانة وبكل يعني إذا بدنا نكون دقيقين بنلاحظ أنه مش الدولة الأردنية التي تتحدث عن ضغوط، لا أحد، يعني أنا رأيي موضوع الضغوط وهم من حيث المبدأ كله، لا يوجد ضغوط، لا أعتقد بذلك، حتى إن وجدت بعض التلميحات وليس الضغوط، مثل عبارة السفير الإماراتي في قضية الشيخ زكي، هذه تلميحات
الأردن دولة تستطيع التعامل معها طوال عمرها. يعني تصدر تلميحات تنطوي على نوع من الإيحاء في قضايا أهم من الأخوة المسلمين، ولا دول أقوى من الدول العربية، بعض الدول العربية الصديقة أو بعض القيادات الصديقة، ويتجاهلها الأردن، لديه الخبرة الكاملة في التجاهل. فأنا أعتقد هناك وهم كبير في موضوع الضغوطات. حتى الآن هناك في خلاف في وجهات النظر، وهناك أجندتان، عندنا تدخل بهذا الموضوع، بس في أجندة عند وجهة نظر دعني أقول بوليسية إلى حد ما في موضوع الأخوان، في أجندة أكثر رشدا، والميزان يمشي الآن بين الأجندتين ويميل لصالح الأجندة الرشيدة. ما قاله الشيخ سالم في تحليله لخطاب جلالة الملك كلمة هنا أو هناك، أنا أعتقد أن التعبير غير دقيق، تعبير الشيخ سالم هنا لا الكلام مقصود بشكل أساسي. أنا رأيي أن الملك يتحدث عن الأخوة المسلمين في الساحات الأخرى عندما قال أنهم اختطفوا الربيع العربي، لأنه في الواقع هم لما اختطفوا شيء في الأردن، التيار المحافظ اللي اختطف الإصلاح والديمقراطية ونزاهة الانتخابات إذا بدك. لكن أعتقد أن هذه العبارة، عبارة اختطفوا الربيع العربي، هي تقصد ما حصل في مصر وما حصل في ساحات أخرى، ولا تقصد المعادلة الأردنية، لأن الخطاب الملكي خص المعادلة الأردنية بمسألة المنظمة الرسمية، بمعنى لا يوجد لدينا مشكلة، لا يوجد لدينا أجندة، على الأخوان في الحركة الإسلامية أن يفهموا ذلك ويتفاعلوا معه. إذن هي كانت رسالة، يعني أعتقد أنها رسالة طيبة. نعم، سأختم بالحديث عن بس الضغوط. يعني أنا بركز قضية الضغوط. نعم. أنت بقول في ضغوط، أنا بقول إنه في ضغوط، والدليل مثلا تصريح رئيس الوزراء عبد الله نسور في قضية اعتقال زكي بن رشيد، كان واضح إنه إحنا عندنا عدد من الأردنيين الذين يعملون في هذه الدولة. هذه كلمة استخدمها السفير الإمارات سيدي. ولكن لا لا لا، هي لم تكن في اصلا الحكومه، ما كانتش عندها احصاء. نعم صراحه الا حكومه، ما يعني شو دخلها. لا بس هذا لا يعني هناك ضغوط. دون ان نشك، يعني الاردن عندما يكون الحديث عن عدد الموظفين الاردنيين في هذه الدوله او تلك، وانها وين كان هناك ضغوط على استجابه الدوله لها، يعني هذا غير مسؤول. طيب عندما يشتم اوباما في الاردن، والاردن هي ثالث اكبر متلقي للمساعدات الامريكيه في العالم، هل يعني نقول لا يجب، لا يجوز ان ننتقد اوباما لان امريكا يعني تدعم؟ انا اذهب الى مذهب الاستاذ بسام، ان هناك رشد يعني من الجهتين. يعني اكيد هناك يعني. نعم الاردن، لا اقول ان الاردن تستجيب لهذه الضغوط، ولكن هناك محاولات للضغط. انا اعتقد في ضغوط اصلا. طيب له لا يرى ضغوط. طيب بدي اسال السؤال الاخير، الفائده الاقتصاديه لهذه الزياره، هل عدنا بشيء؟ هل عاد الملك بشيء؟ عدنا ب 3 مليار دولار. 3 مليار دولار يعني شكلهم يعني التجديد المنحة. نعم. من وزيادة الدعم كانت 600 مليون صارت مليار، كان 530. نعم 530 يعني، الآن إلى مليار أصبح سنوي، يعني 100 مليون هون 100 مليون هناك، مش هنزعل من بعض. بس نعم. بس يعني زادت نعم طبعا زادت المنحة الأمريكية لمساعدة الأردن في موضوع اللاجئين. الملك كرر أن عدد اللاجئين يساوي تقريبا 20% من عدد سكان الأردن، هذا وضع ضغط على القطاع الصحي والقطاع التعليمي، على الوضع الاقتصادي في الأردن. 90% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات كما ذكر الملك، هذا يضع عبء. والإدارة الأمريكية يعني، وشكر الإدارة الأمريكية على المساعدة في هذا الموضوع، شكر الكونغرس أيضا، واجتمع مع وزير الخزينة الأمريكية في هذا السياق. نعم زيارة موفقة اقتصاديا أستاذ بسام؟ بالتأكيد يعني. نعم. على خلاف على الأقل أنا يعني لا أفهم كثيرا بالاقتصاد، لكن الخبراء الاقتصاديين زملائنا في الأقسام الاقتصادية يعني يقولوا أن هذه الزيارة بتعطي أفق آخر مختلف، خطوة في الاتجاه لمساعدة الأردن بشكل أو بآخر. نعم سنلمس ذلك ربما يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بدي أشكركم الأستاذ بسام بدرين كاتب والمحلل السياسي، الأستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، كانت ربما يعني جولة استفدنا منكم فائدة كبيرة. شكرا. هل أجبنا؟ لم نجب؟ لن نجب عن الأسئلة الكثيرة؟ لا حد يعني اقتربنا من بعض الإجابات. أشكركم مرة أخرى. شكرا لك. وأنتم أعزائي المشاهدين، ربما كانت ليلتنا هذه تتعلق بالعلاقات الأردنية الأمريكية، حللنا ما قاله الملك هناك في واشنطن، أشياء جديدة. تصبحون على خير.